أسماء من الأردن تقول لي يعني بالنسبة لماء زمزم لو خلطناه في ماء عادي يعني هل يكون نفسه يعني ماء زمزم؟ أختي أسماء بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة لماء زمزم إذا خلط بماء آخر فإن هذا الماء العادي يكتسب الخير أو عفوا يكتسب البركة من ماء زمزم، لأن ماء زمزم ماء مبارك كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم شفاء سقم وطعام طعم، ولذلك يكتسب ويسمى ماء زمزم. لكن بالنسبة للفائدة لن تكون بقدر الفائدة إذا كان ماء زمزم غير مخلوط، إذا كان ماء زمزم غير مخلوط، وإنما تذهب بعض الفائدة ويذهب بعض الأثر بالنسبة لماء زمزم على قدر اختلاطه بهذا الماء فيما يظهر، والله تعالى أعلم.